السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إليكم هذا الخبر العاجل. تؤكد قيادة العمليات المشتركة أن الحفاظ على الأمن هو مسؤولية الجميع، كما تدعو المواطنين إلى التعاون التام مع الأجهزة الأمنية كافة والالتزام بحظر التجوال والابتعاد عن الشائعات المرضى، لكونها ستكون عامل رئيسي في توتر الأوضاع وإعطاء فرصة للمتربصين بالعراق. إن القوات الأمنية الآن تعمل على حفظ الأمن والاستقرار، وهي صمام أمان للبلاد، ونجدد الدعوة إلى التعاون معها والالتزام بالتوجيهات الصادرة عنها. حمى الله العراق وشعبه. 29 آب 2022.